من السعوديه ممكن الاستاذ عبد الله يقول لنا هل تم فرض عقوبات على جماهير نادي اهلي جده؟ انا عرفت ان في عقوبات وصلت لغايه 100,000 ريال بسبب ان هم حذفوا 6 ازايز ميه فقط، ما كسروش استاد. هل استاذ عبد الله فعلا في عقوبات صدرت ضد جماهير النادي الاهلي بعد مباراه النصر الاخيره؟ طبعا اليوم في قوانين صارمه سواء كان الجماهير او اللاعبين او الاداريين علشان يكون في انضباطيه اكثر. طبعا في هناك قوانين صدرت وراح تطبق يعني. صحيح. استاذ عبد الله عايز اسالك يعني في الفتره الاخيره يعني في الاعلام ابتدى يطرح اسم مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، ان في احد الانديه في الدوري السعودي بتفاوضوا معاه. هل في اي اخبار في السعوديه عن او طرح اسم كولر على طاوله المفاوضات لاي نادي، ولا ده كلام غير صحيح؟ اعتقد ان الموضوع هذا او لا صحه لاي مفاوضات او حتى عروض بهذا الخصوص سواء كان لمارسيل كولر او غيره. تلك الاخبار المنتشره اتوقع عند هي غير صحيحه وتلعب على مشاعر الجماهير، بحكم ان اليوم الرياضه السعوديه وصلت الى العالميه، فاليوم تلاقي الجماهير كلها تتابع اول باول، خطوه بخطوه، تبغى تعرف وش اللي صار وش اللي كان وش اللي راح يكون، فهذا الموضوع غير صحيح. استاذ عبد الله العبيدي بنحيي المملكه وبنحيي السعوديه وبنهنيكم طبعا على اليوم الوطني، بنهني كل الشعب السعودي وقياده والقيادات في المملكه، وطبعا بنهنيكم على التنظيم الرائع والمستوى الرائع والدوري الرائع اللي اصبحنا كلنا بنتابعه وكل العالم بيتابعه، الدوري السعودي. استاذ عبد الله العبيدي مدير تحرير صحيفه الكاس الرياضيه السعوديه، بشكرك شكرا جزيلا على انضمامك لينا في الريمونتادا.